تدروا يا عيال، انا ابغى ادخل السوق السوداء وبعلامات التجاريه. انا يا ولدي هقع. ايش بك يا ولدي؟ هقع هقع يا استاذ عادل، هقع لك من السوق السوداء ومن التجاره هذه. انا هذه نصيحه من قلبي لقلبك، لا تكون كاد تدخل نفسك بهذه المآزق. انت المفروض تقتنع بالحلال اللي ادالك ربي، حلال جلال، كل حلال جلال حتى من التراب، ولا تاكل لحمه من وقع الناس والامه هون. ايه طيب اقلب وجهك، اطلع برا. هيا اندور اندور برا. هيا حتى انت يا استاذ عادل، مع باقي الا فهيم الله يحفظه، فهيم اللي عاده تحس باوقاع الناس بالامهم الله يحفظه. والله يا فهيم انك كبرتي بنظري يعني ما كنت متخيل، كبرتي ملك نزدوج. عبد الودود انظر برا. هيا طيب نهرب عدن. يلا روح انظر برا. بس في ها بس كيف اشوفك مفتهن؟ ايوه شوفي، شفتي هذا البنزين، قصدي النفط اللي عندنا تحت في المستودعات، هذا حق السيارات وحق المولدات. هذا لوحده، هذا لو بعته في هذه الايام بالسوق السوداء اسوي ثروه.